ان عيسى عليه السلام على سبيل المثال، انا اخذ عيسى كمثال واضح، عليه الصلاه والسلام ساعه وصل الى، يعني عيسى اخر انبياء بني اسرائيل، نعم. ماذا قال لبني اسرائيل؟ عيسى سيظهر الحق ويبين حقيقه الاله الحق ايه؟ قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مختلفا مع موسى، لا يمكن، المصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. سباق ولحاق. يعني عيسى عليه السلام بيقول ايه؟ ادم وافق على موسى، خد بالك، نعم، يبقى انا موافق على ايه؟ لغايه ادم، وببشر باللي فاضل عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا كويس انك قلت محمد، ليه؟ لان جت عندهم بقى احمد، فبعض الطوائف بتقول لك لا احنا مستنيين احمد، ما جاش لسه، ما جاش احمد. طبعا لازم نفهم ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي عربي، اسمه عربي. الاسماء العربيه لها معاني من الاشتقاق. طب تاني يا دكتور، اي عربي، اي اسم عربي لازم يكون له معنى. تمام، ومحمد ينسحب عليه هذا القول، اسم مفعول. عيسى بيتكلم في زمن لسه بدري قوي على محمد. ايوه، فعظمه الاداء القراني ليس الا نعم، يصيغ الله تبارك وتعالى على لسان عيسى كنه اللغه العربيه، حقيقه اللغه العربيه. اقسم لك بالله، واللي انا هقوله ده مثال جدلي، لو كان عيسى قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه محمد كانت تبقى غلطه، وده مستحيل في القران. سبحان الملك، كانت تبقى غلطة؟ اسم مفعول ما يطلقش غير على موجود. الله أكبر، ده أنا بتكلم قبل 600 سنة إلا. فشوف اللغة العربية بقى. فكأني بعيسى يا سادة يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي أحمد مني لرب الناس. الله أكبر، فإن جاء الأحمد فهو محمد، عليه الصلاة والسلام، إن أداها على الوجه فهو حامد، إن كانت على مراد الله فهو محمود المنقلب أمام الله. الله، كلها أسماء لوحد، لشخص واحد، نعم، تختلف باختلاف إيه؟ الزمان والموقع، والموقع والأداء. نعم، لو عيسى وحاشا لله أن يكون المحمد كانت بقت غلطة، وكانت بالنسبة لنا كانت تعتبر خلصت، ولا وكانت هتعدي. آه، لكن لا، ده قرآن لغوي. تمام، وكذلك أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا. نعم، يعني ايه عربيا؟ دي الحته اللي كنا بنتكلم فيها قبل ما ندخل، مثلا يد الله، هذه الكلمه ايه في كلمه، خلي يد الله، لا انا هقول لك مثال واحد بس، يعني يد الله دي كلمه في ايه، لكن هي نازله تصحح معنى اليد. انك لما تقول يد محمد لطفي غير يد الله، الكلمه تختلف على طول. محمد مقبول انه يبقى عنده اعضاء، فاليد عضو، لما عند المولى الذي ليس كمثله شيء، مش هتبقى عضو خالص ولا هتبقى بالمعنى ده خالص. لا، انا بقول لك ده القران العربي. تمام، اللي هو نازل يصحح لغه. عايز ادخل معاك في الموضوع الاول مباشره دكتور محمد. ادخل. في ايه اني جاعل في الارض خليفه واذ قال ربك للملائكه، دي